مساء الخير. 1.5 مليار جنيه ده بند مخصص من الموازنة العامة للوجبات المدرسية. كل يوم بنسمع في الأخبار عن حالة تسمم لأطفال في سويس، سوهاج، إنا. حقيقة يعني قبل دقايق من الحلقة كان في بيان عن الصحة وعلى مسؤولية وزارة الصحة، واليوم السابع بيقول إنه في 312 حالة تسمم لأطفال في القاهرة والسويس وأسوان. الحديث عن التسمم الوجبات الغذائية والمبدأ والهدف اللي كانت المفروض إنه تم تطبيقها علشانه في الأربعينيات زمان في مصر، من أيام زمان الأربعينيات في الأماكن الفقيرة والأماكن العشوائية، علشان تقدر تهتم بصحة الأطفال من أسر محدودة الدخل أو فقيرة، وبعدين تم تعميمه على باقي المدارس لاهتمام بصحة الأطفال طبعا بما أنه العقل السليم في الجسم السليم. الوجبة المدرسية أو التغذية المدرسية على فكرة مطبقة في دول كتيرة جدا من دول العالم، ومش بس في المدارس الفقيرة زي ما مشاع هنا، ومش لازم كمان تكون مسممة، وخصوصا أنها إن الوجبة المدرسية عندنا عبارة عن جبنة وحلاوة اللي بيكون لونها أسود، أو العيش اللي بيقال إنه بيكون تقريبا من 3-4 أيام، أو بسكويت، البسكويت كمان بيكون مسمم، فتخيلوا ده تقريبا مخزن من إمتى. بعد حالات التسمم دي بدأت تكون في أكتر من طلب من نواب من البرلمان بتحويل الوجبة الغذائية لنقد عيني بيعطى لأسرة الأطفال الفقراء، بعد طبعا إن احنا نعمل دراسات لحالاتهم الاجتماعية ونديلهم النقد أو الدعم النقدي ده بدل ما ياخدوا الوجبة. طب هل السؤال الأهم هنا دلوقتي، هل احنا هنستسهل وكل حاجة تبقى غلط نقدر إن احنا طيب نحولها لفلوس ونعد ودعم نقدي علشان نستسهل بقى ونبعد عن مافيا الوجبات المدرسية والمسؤولين عنها والمسؤولين عن توصيلها للمدارس والأطفال المساكين دول بدل ما نحاسبهم؟ فإحنا بنستسهل. ويا ترى السؤال اللي بعد كده، بعد ما نحوله لدعم نقدي، هل فعلا هنضمن إنه الأطفال دول هيستفيدوا بيه، ولا في فعلا من أسرهم هتقول إنه قليل أو مش هيعمل لهم أي حاجة، أو هياخدوه يصرفوه في البيت بعيد عن الأطفال والهدف اللي كان مرجى منه؟ هو ده موضوعنا النهارده اللي هنناقشه في حلقة تواصل مع حضراتكم، وهو هل توافق على مقترح تحويل الوجبة المدرسية لدعم نقدي؟ النهارده تتواصلوا معنا مشاهدينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، وسكايب، وانستغرام على همزة واصل اي جي. خلينا نروح لتقرير نتعرف منه على تفاصيل اكتر، بعده نبدا بالحوار والنقاش مع حضراتكم ومع المسؤولين. فتحت حالات التسمم المتكررة لطلاب المدارس ملف التغذية المدرسية مجددا، الأمر الذي دفع عددا من أعضاء البرلمان لتقديم اقتراح باستبدال الوجبة المدرسية وتحويلها إلى دعم نقدي يقدم للطلاب الفقراء، وذلك تفاديا لهذه الحوادث وللحفاظ على المال العام من الإهدار. آخر تلك الحوادث كانت في محافظة سوهاج، والتي أكد نائبها عدم جودة الوجبة الغذائية المقدمة للطلاب والتي يأخذها الطلاب القادرون وغير القادرين، مطالبا باستبدالها بدعم مادي لأن بعض التلاميذ لا يستطيعون شراء الزي المدرسي، فذلك يكون أكثر توفيقا لأوضاعهم ولمنحهم فرصة لاختيار نوعية الغذاء الذي يحتاجونه أو التصرف في المبلغ المالي بالشكل الأنسب لهم. واقترح عدد من أعضاء البرلمان تحديث بيانات الطلبة لمنح الدعم المادي للمستحقين فقط وليس لكل الطلاب. الحفاظ على تغذية سليمة للأطفال في المدارس والدعم الذي ترغب الدولة في توفيره من أجل الأطفال خاصة الصغار هدف يجب العمل جديا من أجل تحقيقه على الأرض بما يخدم مصلحة المواطن ويساهم في الارتقاء بصحة الطلاب. زي ما تابعنا في التقرير، الحقيقة هو نائب سوهاج ونواب آخرون هم اللي اقترحوا إن احنا نحول الوجبة المدرسية لدعم نقدي، وزي ما تابعنا في التقرير لأن في كتير من الطلاب ما بيقدروش أساساً إن هم يجيبوا الزي المدرسي أو الشنطة المدرسية أو يعني متطلبات تانية ليهم.
عموما خلينا نروح لأولى محطاتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي وأولى تعليقات مع إيمان الشيخ. إليك إيمان. شكرا لك يا حنان. تعليقات كثيرة جاءت تعبر عن آراء مشاركينا في موضوع اليوم، هل من الممكن تحويل الوجبة المدرسية إلى دعم نقدي؟ آراءهم في هذا الموضوع اختلفت هذه الآراء، وإن كان سواد الأعظم من كل التعليقات التي وصلت إلينا ترفض هذا المقترح وترى ضرورة كبيرة في وجود هذه الوجبة المدرسية بكونها ربما تمثل حافزا للطالب على الحضور إلى المدرسة. محمود يقول لا أوافق على مقترح تحويل الوجبة المدرسية إلى دعم نقدي للتغذية المدرسية، ويضيف بأن تسمم الأطفال في محافظات مصر يعتبر مهزلة وخيانة من المسؤولين لأبناء الوطن. أبو علي خليفة صديق همزة وصل الدائم أيضا يقول الوجبة المدرسية أفضل من الدعم المادي، لأن الأطفال بيكونوا في حاجة إلى الطعام في نهاية الدراسة، وخصوصا بيوجد كرة ونجوع ليست بها مدارس من الأساس، أطفال تلك القرى يذهبون لقرى بعيدة عنهم فيكونوا بحاجة إلى هذه الوجبة المدرسية. لكن الموضوع ما يفرقش ما بين وجبة مدرسية غذائية أو دعم نقدي مقدم إلى الطالب، نحن في النهاية ينقصنا الضمير. يجب على وزارة التربية والتعليم أن تقوم بمراقبة كل الشركات التي تقدم هذه الوجبات المدرسية للطلاب للحفاظ على صحة أبنائنا، فلو وجدت الرقابة لن تحدث هذه المهزلة مرة أخرى، وكل فترة بنشاهد تسمم بعض الأطفال. أنتقل إلى حمدي أبو مصطفى أيضا يقول المشكلة مش في دعم ولا تقديم تغذية للطفل، احنا قلنا تغذية فشلنا، وتقديم الدعم النقدي أيضا سنفشل فيه، وذلك لأننا عندنا مشكلة تكمن في وجود الضمير وفي الإدارة على مستوى وزارة التربية والتعليم وأيضا على مستوى المحليات منذ 30 عاما. إبراهيم شريف أيضا لم يختلف كثيرا عنهم في الرأي ويقول بالقطع لا أوافق على تحويل وجبة المدارس إلى دعم نقدي، لأن هذا الدعم قد يظل ثابتا ولا يكفي لشراء ربع الوجبة المقدمة، وقد يصرف في شيء آخر غير وجبة الطفل الأساسية. أما ما تقدمه الحكومة المصرية من وجبة مدرسية تراعي فيها استكمال كل العناصر الغذائية المطلوبة لصحة الطفل والتي يحتاجها، بالإضافة إلى توافر كل العناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم للغذاء المقدم للتلاميذ. الدولة لم تقصر، ولكن من يقصر هو الموكل بتقديم هذه الوجبة للطلاب. المشكلة تكمن في عدم وجود الرقابة والضمير. نحن نحتاج إلى رقابة شديدة لكي نضمن نجاح هذه المنظومة. يعني بعض الآراء مشاهدينا كما طلعناها ترفض هذا المقترح بتحويل الوجبة المدرسية إلى دعم نقدي. ربما حنان الخولي معها بعض الآراء الأخرى التي تبين بها امتيازات هذا المقترح وتحويل الوجبة المدرسية إلى دعم نقدي عن طريق بعض المداخلات والاتصالات الهاتفية على مدار هذه الحلقة. حنان الخولي من جديد تفضلي. بشكرك إيمان وبنشكر كل مشاهدينا اللي تواصلوا معنا. الحقيقة احنا بنبحث إمكانية المقترح ده، وهل يا ترى هو فعلا المقترح الأمثل ولا لا، خصوصا أنه امبارح في الحقيقة في الأمسية ومع تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية وأمهات الشهداء بالأمس في يوم الاحتفال بعيد الأم المصرية، تم طبعا بعض البنود وبعض القرارات من الرئيس السيسي، ومنها الكشف بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير خدمات الطفولة المبكرة، وطبعا ده لدعم الأم إنها تقوم بدورها في المجتمع وفي العمل، والتوسع في برامج وعمليات التغذية المدرسية. فإذا هنا في اهتمام من الإدارة، وخصوصا بعد ما شاهد بنفسه الرئيس السيسي في اليابان كمان المدارس هناك، وهي ما كانتش كمان مدارس للفقراء، إنها بتقوم بتطبيق التغذية أو برامج التغذية المدرسية. خلينا نروح لمجموعة من الاتصالات الهاتفية. معنا على الهاتف دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، والأستاذ فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب. خلينا نبدأ مع أستاذ فايز، وبعد التحية
هنبدأ مع حضرتك في المقترحات المقدمة من بعض النواب بتحويل الوجبة المدرسية لنقد عيني بعد حالات التسمم طبعا الكبيرة، فهل ده يا فندم استسهال ولا هل ده بناء هذا يعني هذا مشروع القرار على بعض الأهداف ومنها يا ريت حضرتك توضح لنا؟ اتفضل. أهلا بحضرتك. طبعا بالنسبه لموضوع تحويل دعم لدعم نقدي او الوجبات الى دعم نقدي، ده احنا قلناه لان احنا حاسين غياب الرقابه من الحكومه، ما فيش رقابه اساسا على هذا الموضوع. وفي هناك مافيا الوجبات المدرسيه، حضرتك اللي ما حدش قاله ان هناك بعض المتعاهدين اصبحوا يمثلوا مافيا هذه الوجبات. لا انا قلت في اول الحلقه على فكره ان في مافيا ورا توريد طبعا الوجبات المدرسيه. طب دي حقيقه؟ انا مش دي حقيقه فعلا. اتفضل. الحاجه الثانيه حضرتك انه في سوء تخزين لهذه الاغذيه، ديت بتبقى محتاجه نوع من انواع التخزين زي ما حضرتك قلتي، بتبقى عايزين شكل واشراف طبي، طبعا ده مش متوفر لان احنا زي ما قلت لحضرتك في الاول ان ما فيش رقابه حكوميه اساسا على هؤلاء المتعاهدين. فاحنا في هناك اقتراحين ويا ريت يعني يتخذوا من اخذ الجد. اولا لو احنا عندنا قاعده بيانات سليمه للطلبه دول لما وده اللي ينقصنا في مصر عامه، احنا يكون عندنا قاعده بيانات. لو عندنا قاعده بيانات للطلاب اللي حالتهم بتستدعي طبعا حصولهم على الوجبه المدرسيه او الدعم طبعا. مش كل الطلاب يا فندم، يعني انا اعرف ان في عدد كبير من الطلاب ما بيستلموش هذه الوجبه وده اهدار للمال العام في الناحيه الثانيه. طب يا فندم هو ده الكلام. فالنهارده المبلغ لو في حضرتك زي ما قلت حضرتك مليار وشويه بتصرفهم، فالنهارده بدل ما يصرف على 5 مليون طالب او 4 مليون طالب، لا يصرف على 3 مليون و2 مليون، تبقى المبلغ اكبر وفي نفس الوقت يبقى تاثيره اعلى على هذا الولد، هيبقى هيمثل له شيء بالنسبه للوجبه اللي هينفذها. اسرته هتبقى طبعا هي خايفه عليه، ففي نفس الوقت هتعمل له وجبه محترمه، هتعمل له حاجه تمثل له شيء يعرف يعيش عليه طول النهار، لان طول النهار بره البيت. في حضرتك حد في اقتراح ثاني كمان؟ معلش بقى، ما احنا دايما في الحالات اللي هي شوف النهارده سوهاج والمنوفيه والسويس واسوان والقاهره كان حالات التسمم الجديده اللي هم 312 شيء مؤلم يعني. النهارده هنقول طب ليه القوات المسلحه، وانا عارف الله يكون في عونهم الناس قايمين بدور اكبر. فندم القوات المسلحه تعمل ايه ولا ايه؟ يعني جهاز الخدمه، الوطنيه يا فندم، القوات المسلحه معلش، ما هو اولادنا دول هم البذره بتاعت المستقبل، هم دول مستقبل مصر. فانا يعني بقترح ان يا ريت جهاز الخدمه الوطنيه القوات المسلحه يقوم بدور في هذا الموضوع، وهم ناس عمليين وناس خافوا ربنا، فممكن يكون هذه الوجبه محترمه، وجبه مكلفه تخزين كويس، لها تخزين كويس، يعني تكون بديل للوجبه اللي للمتعهدين الجشعين اللي هم بيخافوش ربنا يقوموا بيها ويسمموا اولادنا في كل بلد شويه. وعلى فكره لو السويس واسوان النهارده ده مش اخر المطاف، في هنلاقي بكره بلاد اخرى ومحافظات اخرى وهيستمر هذا العمل. وبعدين يعني بسكويت بسكويت وعيش، يعني يتسمموا بيه الطلبه، يعني ده مش اكل حتى يعني، وبسكوته مش عارفين يوفروها. هيوفر ايه؟ طيب سياده النائب، حضرتك قلت لنا مجموعه من النقاط هنروح نناقشها مع دكتور حسن، وهرجع لحضرتك ايضا عشان نتناقش فيها في يعني مدى امكانيه تنفيذها. اتفضل دكتور حسن شحاته استاذ المناهج جامعه عين شمس، بنرحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا دكتور حسن. بغض النظر عن يعني اعاده الهيكله والمشكلات الكبيره في وزاره التربيه والتعليم، احنا بنتكلم النهارده عن الوجبات المدرسيه، وموضوع التسمم ده جزء صغير جدا فيه، واحنا بنتكلم عن انه يعني وجبه مكونه من رغيف وجبنه وبسكويت وبيكون فيها تسمم، يعني ما فيش رقابه، ما فيش اداره. اتكلم سياده النائب عن ان احنا يعني نبدا نخلي المسؤول عنها القوات المسلحه، فهل طب فين الجهاز الاداري يا فندم بالدوله؟ فين فين الناس الموجودين؟ واحنا عندنا 7 مليون موظف في الجهاز الحكومي والاداري وفي وزاره التربيه والتعليم، وعندنا في المحليات وفي الرقابه وفي وزاره التموين، مين اللي بيستلم الوجبات؟ وازاي ما بيكونش في دكاتره وناس متخصصه في التغذيه يقدروا يتاكدوا من صلاحيه الاغذيه دي ولا لا؟ ليه؟ طب والناس دي لما احنا نعمل ده استسهالا ونحولها لدعم نقدي، طب هم بيعملوا ايه؟ هو حضرتك في البدايه لابد ان احنا نحدد الهدف من الهدف التربوي من تقديم وجبه غذائيه
للتلميذ في نهاية اليوم الدراسي. الهدف الأول اللي منصوص عليه في كل الدول اللي هي فقيرة واللي بتقدم وجبة في المناطق الفقيرة والمناطق المحرومة والمناطق الريفية، ودي الهدف الأساسي هو استقرار التلاميذ في المدارس وخاصة المرحلة الابتدائية، وإن الطالب والتلميذ يجلس حتى نهاية اليوم الدراسي. والهدف الثاني إن هو بنقدم له بعض العناصر الغذائية اللي الأطباء بيقولوا إن في المنطقة الفلانية محتاج عناصر غذائية معينة لاستكمال نمو هؤلاء التلاميذ. فوجود استقرار في المدرسة ووجود عناصر غذائية محددة في هذه الوجبة، ده لا يدعو إلى النظر إلى الوجبة على أنها لابد أن تتحول إلى قيمة عينية، تمام، قيمة مادية. طيب يعني مبدئيا خلينا نحدد، حضرتك تؤيد أم تعارض؟ لأن ده بيلغي الهدف من هذه الوجبة. طيب يعني تاني، حضرتك تؤيد إذن أم تعارض المقترح؟ طبعا أنا موافق سيادة النائب، لأن القوات المسلحة تقوم بواجبها برضو، لأن القوات المسلحة لها واجبات مدنية غير الواجبات العسكرية، وهي بتقوم بها خير القيام، ولابد أن احنا نحرر مدارسنا ونحرر أولادنا من الجشع ومن تجار الجشعين. أنا موافق سيادة النائب تماما بكل ما قالوا من ضرورة أن القوات المسلحة تقوم بتقديم هذه الوجبة في المدارس المحرومة والمناطق الغرب الفقيرة، وإن دي تقدمها، هي تقدمها في وقت محدد وبكمية محددة وبعناصر محددة، لأن احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في القوات المسلحة، لأن هي قامت في أوقات فظيعة جدا كنا بنعاني منها في النواحي الغذائية والأزمات الاقتصادية وفي الأزمات حتى الطرق والكباري. فإحنا يعني المحتاجين فعلا، لأن القوات المسلحة زي ما تولت القوات المسلحة وبدون يعني بوضوح جدا إن هي تولت عملية امتحان الثانوية العامة والإشراف عليها مع رجال الشرطة، وإن شاء الله تنجح السنة دي نجاح تام ويحقق لمصر الأمن والعدالة الاجتماعية في الامتحانات. أيضا القوات المسلحة هتحقق لأولادنا والبناتنا في مدارسنا في الريف وفي القرى وفي النجوع وفي الأماكن المحتاجة والفقيرة برضو العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمن وتحقيق الصحة وتحقيق الكفاءة في التعليم. فإحنا بنشكر مقدما الفكرة اللي دعا إليها سيادة النائب بضرورة أن القوات المسلحة تقوم بالإشراف وبالإعداد وبالتوزيع وبكافة هذه المسؤوليات، وده مش عيب أبدا، لأن الجيش المصري ليس جيش للسلم زي ما هو جيش للحرب. طبعا يا دكتور، بس برضو السؤال الثاني اللي بيطرح نفسه يا دكتور السؤال برضو اللي بيطرح نفسه، يعني فعلا القوات المسلحة عندها مهام مهولة على الحدود وفي كل مكان وفي سيناء، لكن طب يا فندم السؤال الثاني، أين موظفي الدولة والناس المسؤولة في أماكنها؟ ما هو الفاسد يبقى يتم الاستغناء عنه لما إحنا نستغنى عن كل الناس. القيام بواجبات مدنية، ليها واجبات مدنية، أيوة، لكن مش إنها تحل محل كل الجهاز الإداري برضو يا فندم في الدولة. يعني طبعا ده مقترح يحترم، أنا مع حضرتك، ده دور وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة التموين مع وزارة الصحة مع وزارة التربية والتعليم، يعملوا كلهم مش يلعبوا كجزر منعزلة، ولابد ان يبقى في عقاب رادع لهؤلاء المخربين الذين، يعني احنا بنقدم لاولادنا وجبة والدولة غير قادرة على انها تقدمها وبتقدمها، فما يجيش ناس فاسقين وناس خارجين، دول لابد ان يعاملوا معاملة الارهابيين، ولابد ان يبقى اقصى عقاب ليهم الاعدام عشان يبقوا اسوه وقدوه لغيرهم من المفسدين في مصر. احنا بنبني مش بنهدم، ولابد ان احنا كلنا نبقى يد واحده من اجل البناء ومن اجل مصر الجديده ان شاء الله. انا يعني المقترح ايضا بتاع حضرتك هو ده، وهو ايضا يحترم بعد المقترح الاخر بان تتولى القوات المسلحه يعني تسليم هذه الوجبات للطلاب، ان كل الوزارات المعنيه هي تعمل تنسيق وتعاون فيما بينها. ونتكلم يعني اسمح لي ان حضرتك تبقى معانا ونتكلم في ده مع استاذ فايز ابو خضره عضو مجلس النواب. استاذ فايز مره ثانيه بنرحب بحضرتك.
اهلي فندم. ايه راي حضرتك في المقترح ده انه الوزارات المعنيه، وزاره التضامن، وزاره التعليم، طبعا عندنا جهاز حمايه المستهلك ايضا، وزاره التموين ووزاره الصحه، هم دول الوزارات المعنيه لازم يتم تشكيل لجان منهم خاصه بده، لانه خصوصا ان احنا بنتكلم عن بند كبير من الموازنه كلنا بنتكلفه، واحنا الدوله كلها بتتكلفه في وقت هي يعني اساسا مثقله بالاعباء، ولكن ده علشان صحه اطفالنا في الأول وفي النهاية. يبقى علشان كده لازم نضمن أنه البنود دي لا تهدر وأنها فعلا بتروح للفاسدين. إيه رأي حضرتك في المقترح ده؟ أن الوزارات دي كلها تتعاون وهي اللي لازم تشتغل مش القوات طبعاً المسلحة؟ معلش يا أخوان، موضوع القوات المسلحة هنسيبه جانبا، القوات المسلحة مش عيب أبدا أن هي تساهم معنا، هي بتساهم. مش عيب يا فندم، بس الناس يعني الموظفين اللي بيقبضوا مرتبات بيعملوا إيه؟ الموضوع مش موضوع موظفين حضرتك، الموضوع ده موضوع متعاهد. المتعاهد ده مش موظف، المتعاهد ده راجل مقاول ياخد يخش مناقصه عشان ياخد المناقصه ديت هو اللي بيورد. بس هو معاه دكاتره ومتخصصين يا فندم علشان يراجعوا لي الصلاحيات بتاعه الاغذيه دي. زي ما حضرتك قلتي الجهاز الاشرافي، تمام، الجهاز اللي هو بيضبط هذه العمليه اللي هو عباره عن الصحه، حمايه المستهلك، التربيه والتعليم، لازم يكون هذه الوزارات وهذه الجهات عندها من المراقبين المحترمين. خلي بال حضرتك انا طبعًا بحط 100 خط تحت طبعًا الغير يعني الغير مرتشين طبعًا ان الرشوه المحترمين الوطنيين يعني بالظبط بيحبوا بلدهم وبيخافوا على اطفالهم ويعتبروا ان الطفل الصغير ده اللي بيتسمم يعتبره ابنه، يعتبره ابن اخوه، ابن اخته. ان للاسف اللي بيحصل ان النفوس الضعيفه اصبحت عدد كبير والفساد اصبح فعلا شيء مقلق في هذه البلد. فاحنا انا بأنادي ان فعلا انا بضم صوتي صوت الدكتور ان الناس ديت لما تتمسك بهذه باللي يقوموا بيه من اهدار. ما هو دي ثروه مصر، الاطفال دي ثروه مصر، دول لو اتمسكوا فعلا ياخذوا اعدام. لان انا اللي ده يعني انا بعتبره شروع في قتل، ده شروع في قتل، فدول فعلا لازم يحاسبوا حساب عسير. ما يكتبوش كده، ما انا لما هسيب ده وهسيب ده وهسيب ده الحكومه خلاص هتفشل. وحضرتك احنا انا بقى عيب وبحمل المسؤوليه للوزراء اللي حضرتك ذكرتيهم متضامنين ومجتمعين، وكذلك حمايه المستهلك، بان الناس ديت ما بتشوفش شغلها، ما بتطلعش مراقبه صحيحه. يعني موضوع سوهاج كان من اسبوع، من ثلاث ايام كان موضوع المنوفيه، النهارده موضوع اسوان والسويس واسوان والقاهره والقاهرة. طب وبعدين هنقعد لحد امتى؟ صح. طب الخطوة الثانية يا أستاذ فايز في البرلمان، يعني ممكن حضرتك تقترحي مثلا في جلسة بكرة بناء على حالات التسمم الجديدة النهاردة واحنا لسه فاتحين الملف ده، فايه اللي ممكن كده المقترح اللي يدور من وجهة نظر حضرتك؟ هو في طلبات كتير، بيانات عاجلة كتير لهذا الموضوع طبعا. واحنا على فكرة ايام سوهاج كل النواب طلبت بيانات عاجلة، وكل النواب طلبوا، في بعضهم طلب زي ما قلت لحضرتك التحويل هذا هذه الوجبه الى دعم نقدي بفلوس ياخدها ولي الامر، ولي الامر هو يقوم بواجبه في تغذيه ابنه التغذيه المناسبه. وفي بعض النواب قالوا لا، برضه زي ما قلت لحضرتك هذه الوزارات تتضامن وتتخذ قرارات مناسبه ان هي تعمل لجان واللجان. بس انا بقول لحضرتك انا معلش انا مع حضرتك، اللجان وتشكيل لجان ولجان تنبثق من لجان، كل الكلام ده لا يؤدي بينا الى شيء. وعندي صحه اطفالنا، احنا عايزين بقى نسيب الموضه القديمه بتاعت لجنه وتنبثق عن اللجنه ومصروفات نثريه بقى للجنه والاجتماع اللجنه وتغذيه اللجنه. لا يعني احنا عاوزين نسيب بقى كل الكلام ده. واللي احنا لما قلنا ان قانون الخدمه المدنيه جاي عشان يلغي كل الكلام ده، قانون الخدمه المدنيه هو اللي هيلغي هذه المواضيع. احنا فعلا عايزين تفعيل بقى، تفعيل هذا القانون، تفعيل كويس عشان الجهاز الاداري للدوله، الجهاز المترهل اللي 7.6 و8 من 10 مليون موظف ما احناش عارفين بيعملوا ايه، فالناس بتزعل. لا لازم فعلا يكون في حساب ويكون في ثواب وفي عقاب لهذا الجهاز ولهذه الوزارات، ولكل واحد له يد في هذا الموضوع لابد ان يحاسب وحساب عسير ويعلن على الشعب عشان الناس تبقى عارفه ان المخطئ لازم يتعاقب.
طبعا ما ينفعش الكلام ده خالص. طبعا الفساد وهم يعني لازم يتعاقبوا فعلا يعني جرم الارهاب، وزي ما حضرتك قلت لما بيقتلوا اطفالنا، يعني الاطفال ذنبها ايه؟ هم رايحين المدرسه عشان يتعلموا، مجرد جريمته انه ياكل ساندوتش او ياكل بسكويت فيتسمم علشان يعني ويا ريت بياكل وجبه مثلا، نقول والله وجبه سخنه ولا وجبه حاجه قيمه، نقول والله حصل فيها مشكله بالزبط. كله حاجات مكثفه يعني مش عارف، انا مش عارف ليه الفساد ده كله يعني. أسئلة كتيرة يا أستاذ فايز، عموما هننتظر جلساتكم القادمة والاستجوابات اللي أيضا هتنتج عن هذه الجلسات والقرارات اللي هتخرج عن مجلس النواب ومجلسكم الموقر. أستاذ فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب، نشكر حضرتك جدا، كل الشكر أيضا لدكتور حسن شحادة أستاذ المناهج جامعة عين شمس. خلينا نروح نشوف آراء حضراتكم ونرجع نكمل حوار ونقاش. من وجهة نظري برضك الوجبة المدرسية كويسة، بس عايزة متابعة وعايزة رقابة عشان بيحصل تخزين للحاجات دي برضك، لأن معلاش رقابة. فالحاجة دي لو ما اتخزنتش وطلعت على طول وفي رقابة، يكون الوجبة أفضل من الفلوس، لأن كده هم بياخدوا وجبة وبياخدوا مصاريف. لو أنت اديت الفلوس للأولاد هروح يشتروا بيها أي حاجة، ممكن يروحوا ياكلوا مثلا من إيه، من باعة عجالين، فأجلهم مش تسمم ده ممكن يموتوا فيها. وديت اللي عارف فلوس في ايديها مش هتعرف تجيب حاجه لنفسها، دي عيال صغيره ما تقدرش بحاجه. لكن المفروض ايه؟ بنجيب لهم وجبه سليمه بيشرف عليها وزاره الصحه ويشرف عليها المدرسه. الوجبه المدرسيه بتنحصر في البسكويت، انما الدعم النقدي ممكن ان هو يجيب حاجه اكتر من البسكويت، يعني يتنوع في الاكل اللي هو هيجيبه، انما هو محصور بس في انه هو يجيب بسكويت، فدي ما تعتبرش وجبه غذائيه. انا شايف طبعا ان هي تتصرف زي ما هي كدعم يعني كوجبه مدرسيه. اولا هي شالت يعني العائق المادي ده من على الاسره، وفي نفس الوقت هي يعني وظفته في مكانه كوجبه بدل ما الطالب يستفيد منه او يعني يستغل المبلغ المادي في ممكن في حاجه تانية. طبعا في السن الصغير بيبقى عرضه لاشياء كتير. يعني الموضوع يرجع لعمليه الفعاليات التعليميه، بمعنى ان انا لو هقدم دعم نقدي مش هيبقى محفز للطالب زي الوجبه. الوجبه لها شروط، الصحه لها دور، واخد بال حضرتك، الاداره التعليميه لها دور، كل مؤسسه لها دور. الوجبه اللي بتيجي للطلبه احسن من الدعم النقدي، لان ده يعني ده مثلا طفل عنده 7 سنين 8 سنين هياخد الفلوس مش هيعرف يجيب بقى حاجه، او في ظل الغلاء اللي احنا فيه دوت هو مش هيعرف هياخد كام يعني من الحكومه يعني. فانا بشوف ان هي الوجبه المدرسيه يكون افضل للطفل واحسن ليه. الوجبه الغذائيه للطالب احسن ما ياخد فلوس، لان هو بياخد فلوس من والدته عشان يجيب اكل ما بيجيبش، يبقى ما ياخد وجبه غذائيه اوفر ليه، وانت بتوفر خدت بالك ليه وبتراعيه غذائي فقط لا غير. الوزاره تديهم وجبه تبع المدرسه، بس لازم يبقى في رقابه على الاطعمه. يعني ايه رقابه حضرتك؟ يعني في كشف مبدئي على الطعام ده سليم ولا بايظ، عشان ما يحصلش تسمم زي ما حصل في الاسابيع الاخيره دي. إجابات بمنتهى الوعي، وهو أنه معظم الإجابات تقريباً اتفقت على أهمية الوجبة الغذائية وأهميتها للطلاب، لأن هم فعلاً لو أخذوا الدعم النقدي ده إحنا مش مضمون أنه الأطفال هيستغلوها فعلاً، أن هم لصحتهم أو يتغذوا بيهم ممكن يشتروا بيهم أي حاجة مش مفيدة، أو أن الأسرة نفسها كمان تاخدها في أي بند تاني لمصروفات الأسرة وما تستغلهاش لتغذية الطفل، لأن أحياناً بيكونوا مثقلين بأعباء تانية طبعاً في الأسر الأقل من الأسر الفقيرة. خلينا نروح لمجموعة أخرى من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. إليك مرة تانية أمان. إلى حد ما لم تبعد الأراء هنا أراء التواصل الاجتماعي عن أراء كاميرا همزة وصلي في الشارع المصري بأن الوجبة المدرسية الغذائية المقدمة للطالب يوميا هي الأفضل، ولكن لابد من توافر الضمير وأيضا تشديد الرقابة. إيهاب شوقي أبدأ به هذه المرة، يقول الدعم النقدي مش هيبقى كل يوم، هيبقى أسبوعيا أو شهريا، لكن الوجبة المدرسية اليومية هي حافز للحضور يستحقها الحاضرون، بالإضافة إلى أن الوجبات
تأتي جاهزة، فإذا تحولت إلى نقود قد تفتح بابا للفساد. وفي اعتقادي أن الوجبة تؤثر بشكل إيجابي على نفسية الطالب وإحساسه بالاحترام والرعاية، وإذا حصلت مشكلة بيتم معالجتها. أنتقل إلى تعليق آخر من ابن حلال، يقول أو يؤيد هذا القرار ويوافق عليه، لأن الطلاب إذا عرفوا هذا الدعم النقدي أو أن سيكون هناك دعم نقدي مقدم إليهم سيحبوا المدرسة، وحنكون قدمنا لهم شيء من الدخل والمساهمة أيضا مثل كل الدول العربية المتقدمة. أحمد غنيم أيضا يقول بصراحة التغذية كانت عندنا في الأزهر ممتازة وأدمية هذا العام بخلاف الأعوام السابقة، لأنها كانت تحت إشراف القوات المسلحة وكانت معبأة في كرتونة شيك جدا وتتكون من قطعتين من الخبز وقطعة حلوى وقطعتين من الجبن وعلبة عصير. محمود زاهر أيضا يقول تحويل التغذية إلى دعم نقدي له ثلاث فوائد: أولا ستكون حافز لعدم تغيب الطلبة، اختيار أهل الطالب للطعام المناسب له، وهو يؤكد بأن هناك فساد في منظومة التغذية وكل الوجبات المدرسية اليومية التي تقدم للطالب، وفي حال تبديلها بدعم نقدي مقدم إليه سيصل مباشرة إلى الطلبة دون فساد الوسطاء. يعني هذه المرة بعض التعليقات ربما ذهبت إلى تأييد هذا المقترح بفكرة تحويل الوجبات الغذائية المدرسية إلى دعم نقدي مقدم إلى الطالب. مزيد من الآراء ومزيد من التحليل مع الزميلة حنان الخولي في استوديو تحليل همزة. توصلي إليك حنان مجددا. مشكورك مرة تانية أمان وكل مشاهدينا اللي تواصلوا معنا. خلينا نروح لمجموعة أخرى من الاتصالات الهاتفية. معنا على الهاتف دكتور مجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب والمشرف على قسم التعليم وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على قسم التعليم. خلينا نبدأ بدكتور مجدة نصر. ودكتور، وإحنا بنتكلم عن فوائد المتعددة للوجبة المدرسية، ليها فوائد نفسية ومعنوية فعلا بتحسسه بالتقدير والاحترام وممكن تحسسه بحب المدرسة، وخصوصا الأطفال اللي فعلا في أمس الحاجة ليها، فبتديله قوة جسدية وليها معنى اقتصادي وتعليم بتحببه في المدرسة، فوائد متعددة. فإيه رأي حضرتك في المقترح المقدم من مجموعة من النواب باستبدالها بنقد أو بدعم نقدي، ده علشان نتخلص من الفساد حول منظومة الوجبات المدرسية، ولا أن احنا نراقب الفساد ونعمل حوكمة عليه هو ده الحل الأفضل؟ الحقيقة يعني القضية دي مهمة جدا جدا، وأنا تقدمت بطلب إحاطة في هذا الموضوع لما حصل في سوهاج وتكرر مرة تانية في المنوفية، وده مش أول مرة ولا تاني مرة، ده السنة اللي فاتت في أكتر من محافظة بنفس الطريقة نتيجة فساد الأطعمة المقدمة، رغم أن هي مغلفة يعني كلها حاجات بتكون بسكوت مغلف أو مش عارفة حلاوة جبنة ناس والحاجات اللي زي كده، وبرغم أن هي مغلفة فبرضو يعني بيحصل التسمم زي ما احنا عرفنا بهذا الشكل، وده نتيجة إهمال وفساد. إهمال وفساد لأنه هو أكيد يعني ده رأيي لسه لم يتبين من التحقيقات شيء، لكن رأيي أنه هو أكيد مثلا حاجات قريبة من الانتهاء من الصلاحية بتاعتها أو ممكن انتهت بالفعل طبعا، يعني عشان كده وأساليب التخزين لأنه طلع حد مسؤول بيقول ان هو برضو ايوه الحلاوه وبيحصل لها فيها حديد وبتبوظ. طيب ما احنا دول بيقولوا يا دكتور ان الحلاوه احيانا بيبقى لونها اسود على فكره. ايوه طيب يعني ازاي احنا بندي لهم يعني سموم كده يعني اولادنا سموم؟ طب ليه الحاجات اللي اكيد سوق تخزين وسوق يعني شراء حتى. فالنقطه ان هي الوجبه لا تؤدي غرضها، احنا طبعا يهمنا صحه اطفالنا، ولكن نقطتين في إهدار مال عام، لأن كثير من الأطفال لما بيلاقوا حاجات زي كده بتترمي وما بياكلوهاش ولا يستفيدوا منها، ويا إما اللي بياكلوها يعني بيبقى أحيانا زي ما بيحصل وبيتكرر، يعني مش حاجة نادرة مثلا مرة واحدة حصلت وبالتالي نشوف إيه السبب. ده حصلت السنة اللي فاتت وحصلت السنة دي، ولو سكتنا هتحصل مرة تانية وثالثة. ف
فهي هذه الوسيلة يعني الحقيقة غير مجدية بهذا الشكل. وزي ما أنا سمعت إن في أماكن القوات المسلحة هي اللي بتقوم، لو إحنا عملنا كل العبء كل ما هنقول حاجة القوات المسلحة هي ده حلها، يعني أنا مش متفقة في هذا الرأي، لأن هتقدر على مستوى الجمهورية كلها إن هي تغطي ده، فهيبقى صعب في هذه النقطة. ولكن نبحث بدائل أخرى، يعني ممكن نبحث موضوع الدعم المادي، بس يكون دراسة جامدة هيروح لمين إزاي يا دكتور من وجهة نظر حضرتك. تمام تفضل. هيروح إزاي ولمين، وهل لو ما عندناش قاعدة بيانات للأسرة. مفيش قاعدة بيانات، حتى لو احنا في قاعدة بيانات ودينا للأسرة، هل هي هتديها للأطفال ولا هتشوف أولويات في حياتها أخرى تشتريها وما تجيبش مثلا نفس التغذية؟ فهي الحقيقة لابد احنا يعني نفكر في الموضوع ده كويس قوي. هل إمكانية بدائل لعملية التغذية ممكن تغذية بس يكون نضمن سلامة الأطفال دول، أو نشوف الدعم المادي ولكن بدراسة متأنية عشان ما نفتحش عوامل فساد أخرى، أو ما يجيبش النتيجة اللي احنا عايزينها؟ لأن هي الفكرة أصلا فإن احنا بندي مواد غذائية معينة بدرجة معينة في مراحل نمو عشان الطفل ينمو بشكل صحيح. طيب. بتكون الأسر أو بيكون عامة، مش شرط الاحتياج بس، إن هو في هذه الفترة ممكن ما يحصلش على الغذاء وبالتالي يأثر على صحته على عقله على تفكيره وعلى كل حاجة. فهي الحقيقة قضية يعني لابد إن احنا ندرسها كويس جدا. وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة لابد إن هي يعني تدرس هذا الموضوع جيدا، لأن أنا بشوف إن هو حاليا هو إهدار مال عام وتأثير على صحة الأطفال وما بيجيبش أي نتيجة من اللي احنا عايزينها. طيب دكتور، يعني سؤالين هنا بيطرحوا نفسهم. أولا، احنا ليه ما سمعناش عن تقديم المسؤولين في أي حالات من حالات التسمم دي من السنة اللي فاتت للحكم أو للعقاب؟ وليه ما تمش يعني حالتهم للأحكام يعني؟ وليه كمان لو احنا تكلمنا عن إهدار مال عام هنا ومبدأ الاستسهال بقى يعني، فبلاش ده، فاحنا ايه الاسهل ان احنا نحول ده لدعم نقدي وياخدوا الفلوس وخلاص. هنا كمان وزاره التموين كمان ممكن تقول انه على بطاقه التموين مفيش سكر وزيت، يا جماعه هتاخدوا الفلوس. وزاره الصحه مفيش دواء فهتاخدوا. يعني هل ده مبدا الاستسهال من وجهه نظر حضرتك ده يعني بيبين وبيوضح ان في واضح؟ بس عندي شويه يعني حضرتك بتقولي أنا مش فاهمة السؤال لأن هو الصوت مش واضح عندي الحقيقة. طيب الأول ليه ما تكلمناش عن أو ما سمعناش عن تحويل المسؤولين في قضايا الفساد دي والتسمم للمحاكمة؟ احنا طالبنا بالتحويل التحقيق كل مسؤول، مديرين المدارس ومشاركة المتعصب لازم يرد علينا كمسؤولية، لأن المدارس تبع المحافظين تبع المحافظين لهم مسؤولية، ووزير التربية والتعليم ده حدث السنة اللي فاتت والسنة دي في طلبات الإحاطة. ده جانب إن هو التحقيق في الموضوع وإظهارنا التحقيق والعقوبات الرادعة، ده جانب لابد إتمامه. تمام، طالبينه في طلبات الإحاطة. عموما احنا هنتابع جلسات، أنا يعني عذرا لضيق الوقت يا دكتور، وهنتابع جلسات القادمة وفتح الملف في مجلس النواب. دكتور ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، نشكر حضرتك جدا. خلينا نروح لأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمسؤول عن ملف التعليم. أستاذ رفعت بنرحب بحضرتك معنا، واسفين طبعا للإطالة وأنا حضرتك استنيت معنا كتير. أهلا بك يا أستاذ حنان، أهلا وسهلا. ليه ما سمعناش عن تحويل قضايا للمسؤولين عن الفساد وتسمم الأطفال للمحاكمة؟ ولو ده إهدار للمال العام وابدأ للاستسهال يا أستاذ رفعت، يعني احنا كل حاجة أولا هنوكلها للقوات المسلحة، تاني حاجة هنستسهل ومفيش دعم من وزارة التموين، يعني زي ما كنت لسه بقول لسيادة النائبة، ومفيش من وزارة الصحة دواء، وبعد كده الطرق كل واحد يرسف الطريق يعني ايه رأي حضرتك في مبدأ الاستسهال ده؟ طب وفين مؤسسات الدولة المسؤولة عن ده والرقابة؟ أستاذ حنان، هي ليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها نوع من الفساد للوجبات المدرسية، ولو كان من قام بالاستسهال وتقديم وجبة غذائية قبل ذلك بشكل غير صالح للاستهلاك الآدمي لو كان قد أخذ الجزاء الرادع له، لأنه يهدد حياة مئات التلاميذ في المتسممين الذين تسمموا، وستر ربنا ان ممكن بيتم السيطره على الموقف وقد يضر ملايين التلاميذ على المستوى القومي.
لكن لابد من علاج هذه القضية ومحاسبة هؤلاء بكل قوة وكل حزم، لأن هذه ليست مسؤولية وزارة التربية والتعليم، مسؤولية المحافظات زائد مسؤولية وزارة التضامن. لكن تسمحي لي بس أختلف مع الدكتورة ماجدة ووجهة النظر المطروحة بأن هل نستبدل التغذية المدرسية أو الوجبات المدرسية هذه بدعم نقدي؟ أنا أختلف تماما في هذا التوجه، وأقول لحضرتك إحنا ليه لجأنا إلى التغذية المدرسية. أولا نسبة كبيرة جدا من التلاميذ الذين يحصلون على هذه الوجبات المدرسية ناس بسطاء أو أولاد ناس بسطاء وفقراء، وبالتالي قد لا يحصلون على الغذاء الكامل أو الصحي الذي يجعلهم يستذكرون دروسهم بشكل جيد أو يستوعبون المناهج في المدارس بشكل جيد، بالإضافة إلى نقص الحديد وظاهرة التقزم التي أصابت كثير من التلاميذ على المستوى القومي. فهنا الهدف ليس قضية دعم نقدي ولا وجبات مدرسية، انا لو طايل ان انا احسن هذه الوجبه واخليها ضعف واخلي محتوياتها اكثر اهميه لكان افضل للتلميذ صحيا وبدنيا وتعليميا وذهنيا. تمام. وبالتالي علاج هذه المشكله ان انا حاسب اللي ما راعوش ضميرهم وبينهم وبين ربهم وانهم سمحوا بتقديم وجبات غذائيه فاسده للتلاميذ بهذه الصوره. لكن لو احنا خدنا المقابل هذه الوجبات، وبالمناسبه هي يعني دعم من جهات متعددة مانحة قيمة الوجبات الغذائية دي كمان، إذا أخذناها واديناها للتلاميذ كدعم نقدي هيعطوها لأولياء الأمور وينفقوها بعيدا عن عملية الإمام بتغذية أبنائهم، لأنهم يعتقدون أن ما يقدمونه من وجبات لأبنائهم كافية أو غير قادرين على تقديم الوجبات السليمة أو الصحية لأبنائهم. وبالتالي أفضل شيء والاهتمام بالوجبات المدرسية والارتقاء بمستوى الوجبة المدرسية وتكون متكاملة، خاصة توافر مادة الحديد فيها وغيرها. أما من يخطئ أو من يتكاسل أو يختفي ضميره عند توزيع هذه الوجبات ويقدمها غير صالحة أو انتهى عمرها الافتراضي يحاسب محاسبة عسيرة، وقد نستن تشريعا من البرلمان لتخليص العقوبات على من يرتكب مثل هذه الجرائم بحق مئات آلاف التلاميذ على المستوى. هو ده وهو ده اللي هختم بيه مع حضرتك، انه تحويل الفاسدين والمسؤولين عن جرائم اللي بترقى يعني الحياه لجرائم الحرب، لانهم يعني دي حياه اطفال النشء وهم مسؤولين عنه، فبترقى لجريمه حرب، جريمه ارهاب، فلو تم تحويلهم فعلا للمحاكمه هيرتضع الاخرون. استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم المسؤول عن ملف التعليم، نشكر حضرتك جدا. كل شكر ايضا لدكتور ماجده نصر عضو لجنه التعليم مجلس النواب. اذا هي الاداره والرقابه والحوكمه وليس مبدا الاستسهال، واننا نلغي النقد ونلغي الدعم ونحوله دايما لدعم نقدي، هو ده. وتحويل المسؤولين عن قضايا التسمم والمسؤولين عن إهدار المال العام للمحاكمة. خلينا نقول لحضراتكم على موضوع حالتنا بكرة، وطبعا احنا هنتابع الملف مع حضراتكم والقرارات اللي هتصدر من مجلس النواب بعد الجلسات لمناقشته. كيف ترى الجدل البرلماني حول قانون الاستثمار؟ ده موضوعنا من همزة وصل اللي هنناقشه مع حضراتكم بكرة إن شاء الله. كل شكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، ابقوا دائما معنا، النيل الأقرب إليك. تحياتي.